مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، زياره هامه جدا طبعا لمسؤولي الليغا وايضا كمان سلتا فيجو. الحقيقه سعداء بوجودهم معانا هنا، ويمكن حديث اكيد مثمر مع الباشمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره وايضا الدكتور محمد السراج. هنحاول طبعا نعرف من ماركوس الونسو طبعا المسؤول في الليغا عن تواجده هنا وعن الزياره وعن كل الامور الخاصه به. الحديث اللي كان مع المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد السراج بنرحب بيه طبعا في البدايه، وسعداء بوجوده معانا. ابرز الحديث اللي كانت مع الاستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الاداره والدكتور محمد سراج. La verdad es que estamos encantados de que un club del prestigio de la Ali nos pueda recibir. سعداء طبعا من النادي الاهلي استضافوهم، سعداء جدا بيهم. عارفين ان هم النادي اكبر نادي في افريقيا، نادي مستوى عالمي. هم طبعا بيتمنوا طبعا في تواصل في مصر من خلال افضل لعيبه من خلال النادي بتاعهم، يستقطبوهم في اسبانيا لتطويرهم وعرضهم في السوق الاسباني. يمكن معروف طبعا عن سلتا فيجو تحديدا ان هم مصنفين رقم واحد في اوروبا بالنسبه للاكاديميات، ويمكن ليهم جاب كبير جدا وليهم امور كثيره جدا. هل ممكن نستفيد بالاستفاده دي داخل النادي الاهلي؟ Bueno, para nosotros desde luego sería un gran éxito. بالنسبه لهم سعداء طبعا نكون اول زياره ليهم في افريقيا من خلال مصر، هم طبعا سعداء بشيء مثل ذلك. يحبوا طبعا الفكره ديت، عجبهم طبعا جدا، وهم انبسطهم جدا ان هم يخشوا مصر عن طريق هنا مصر، وعندهم طبعا خلال الكانتير عندهم على اعلى مستوى فكره التطوير بتبدا عندهم بدري جدا، ويتمنى ان الشيء مش ذلك يبدا يتطور في مصر ويبدا من القاعده. من انطباعهم عن وجودهم في النادي الاهلي، ويمكن هم متواجدين في مكان قوي جدا ومكان كؤوس كبيره جدا وتاريخ النادي الاهلي، انطباعهم ايه لما شافوا هذا الامر؟ Sí, la verdad es que hemos tenido un recibimiento que desde luego no lo esperábamos y menos que un club del prestigio del Al Ahly pueda compartir un tiempo con nosotros para intercambio de opiniones y futuras. هو سعداء جدا، لاحظوا ان في فرق طبعا في الاستقبال طبعا، وسعداء جدا بالتعامل هنا، وسعداء بدخول النادي الاهلي، ويتمنوا انه يكون في استقبال او في تعامل وفي حاجه مستقبليه يعني. يتمنى يكون في تعاون كويس جدا بيننا وبين النادي الاهلي في الفتره الجايه ان شاء الله. نشكره ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. Gracias. شكرا جدا لكم، ونتمنى لكم ان شاء الله البطوله الجايه بامر الله. مرحب بيه طبعا في البدايه وسعداء بوجوده معانا، ويا رب تكون زياره سعيده ويكون فيها ايجابيات كثيره للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا عايش في القاهره على طول كده، وانا مظبوط very happy to be in Ahly always all the time. انا عايز اكلمه طبعا على انطباعه بالنسبه لزيارته للنادي الاهلي وحديثه السريع مع الاستاذ خالد مرتجي والدكتور محمد سراج. انطباعه ايه بشكل عام على الزياره؟ جميلة جدا الزيارة، جميلة جدا. الأهلي رائع، من أكثر من رائع، نادي أكثر نادي عنده معروفة. زي برضو سيلتا فيجو من أفضل الأندية موجودة في أسبانيا، برضو النادي الأهلي برضو تاريخ يعني اسم كبير أكيد. يمكن النادي الأهلي هو نادي القرن وبطل أفريقيا، وأكيد ممكن يبقى فيه توأم أو تعاون كبير بين الليغا الاسبانيه وسالتا فيجو وايضا كمان النادي الاهلي. Pues sería estupendo. La verdad que cualquier proyecto que sea integrar al clubes españoles con clubes egipcios sería algo. اي ايفنت او اي حاجه ممكن نقدر نعمل فيها تعاون مشترك بيننا بين اسبانيا، فرق في اسبانيا، احنا على اتم الاستعداد نقدر نعمله، وهتكون حاجه كويسه اكيد. لو باخد منه معلومات على النادي الاهلي، يعني معلوماته ايه على النادي الاهلي؟ يعرف ايه على النادي الاهلي والمكان اللي احنا واقفين فيه ده بيمثل له ايه؟ لان ده مكان يعني قيم جدا لكل الاهلاويه. الاهلي para mí es el club en África más conocido, más prestigioso. افضل نادي بالنسبه للاهلي، معروف اكتر نادي، معروف واكتر حصل على اكتر بطولات، معروف في اسبانيا. Como el equipo en África con más éxito. اكتر الافريقيه، اكتر فرق افريقيه معروف في المنطقه العربيه ومعروف عندنا في اوروبا يعني. عفوا مع السلامة. بنشكر اكيد اخوان طبعا المفاوض من الليغا الاسبانية وايضا كمان من قبله ماركوس الونسو مسؤول عن سلتا فيجو الاسباني. زيارة مهمة جدا، وزي ما يمكن الدكتور محمد سراج وايضا كمان استاذ خالد مرتجي اتكلموا معاهم بشكل كبير، عارفين قيمة النادي الاهلي بشكل كبير. يمكن زي ما احنا شفنا اخوان بيتكلم عربي وقال انا هنا عايش في مصر، قيمة النادي الاهلي كبيرة جدا. يا رب ان شاء الله كالعادة النادي الاهلي يفضل على طول في هذا الامل وفي هذا النهج الكبير. النادي الاهلي قيمة كبيرة وكيان كبير، ان شاء الله تكون استفادة كبيرة لسواء مسؤولي الليغا الاسبانية وايضا كمان سلتا فيجو وايضا النادي الاهلي كمان تعود عليه بمردود كبير يسعد كل جمهور النادي الاهلي.